السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواتي وحبيباتي في الله، كيف حالكم يا أخوات؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نخل الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، درسنا اليوم يا أخواتي يتكلم عن موضوع مهم جدا جدا لابد أن نعرفه. انتشرت في فيديوهات كثيرة جدا جدا على اليوتيوب بتتكلم عن الأعمال الروحانية والراقي الروحاني، ومثل وانتوا شوفوا بنفسكم هتلاقوا الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب. أنا عايزة أسأل سؤال، هل إحنا يا مسلمين نفذنا وطبقنا شرع ربنا سبحانه وتعالى حتى نجري وراء الدجالين واللي بيدعوا ان هم بيرقوا الأمة من أمراض نفسية وأمراض واكتئاب وهذه الأمراض؟ هل طبقنا شرع ربنا؟ هل طبقنا الصلاة؟ الناس اللي بتجري وراء الناس اللي بيقول عن نفسهم راقي روحاني أو شيخ روحاني، أو اقرأي هذه الآية 7 مرات وشوفها يحصل لك إيه، أو اقرأي هذه الصورة عشان تجلب لك الرزق والفلوس، أو اقرأي هكذا، وتكلمنا في هذه المواضيع كثيرا. هل إحنا يا مسلمين طبقنا شرع الإسلام، شرع ربنا سبحانه وتعالى، حتى ما تبقى منه أن نعالج أنفسنا عند الدجالين وعند ما يسمى الرقاة الراقي الروحاني أو كذا؟ اسألوا من نفسكم، هل طبقنا الصلاة وأحسننا الصلاة كما يرضي الله ورسوله؟ عارفين أنا النهاردة هتكلم بلغة العامية، مش هتكلم بأحاديث ولا تكلم بمسند ولا أي شيء، هتكلم باللغة العامية اللي هي أصبحت منتشرة موجودة الآن على اليوتيوب، اللغة اللي الناس بقت تفهمها. إنما اللغة العربية والأحاديث والمساند والمتن، الناس جهلة الموضوع ده، أو مش عايزة تعرفه، أو ثقيلة عن نفسها. تعالوا نتكلم بلغة العامية، تمام؟ الدرس ده أنا هخليه لغة عامية، لأن بجد أنا طبعا إحنا لسه خارجين من أيام مباركة، خارجين من صيام الايام، من صيام العشر من ذو الحجه، وخارجين من صيام يوم عرفه، ونحن في العيد اخر ايام العيد. كل عام وانتم طيبين، اتمنى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شوفوا يا اخوات، اولا لو احنا طبقنا الصلاه، اول حاجه عندنا اركان الاسلام، لو احنا طبقنا الصلاه والصوم والزكاه والحج بما يرضي الله ورسوله، عمرنا ما هنشتكي من أمراض نفسية، ولا هنروح لدجالين، ولا هنذهب لدجالين، ولا الناس اللي بيدعوا على أنفسهم إن هم بيرقوا، أو نتعلم. إحنا كده بنروح نتعلم خرافات، نتعلم خزعبلات مش موجودة أصلا يا أخواتي. إحنا لسه يعني الآن طبعا ما يخفى عليكم الأمر إن إحنا سمعنا إن في حجاج توفاهم الله سبحانه وتعالى، ربنا يا رب يرحمه، إن شاء الله يكونوا ماتوا على حسن الخاتمة، لأنهم ماتوا في مكان مقدس وهو الحج، ماتوا هناك، ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويبعثوا وهم يكونوا بيلبوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الناس دي ماتت، طب يا ترى الناس اللي ماتت في الحج دي، هل ربنا سبحانه قدر الله أنها تموت في هذا المكان؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يعني طبعا أهليها هتبقى زعلانة قوي عليها؟ أكيد طبعا، بس في نفس الوقت هتكون فرحانة أنها ماتت في أماكن مشرفة، أماكن عظيمة. تمام يا أخواتي، أنا عايز أقول لكم الرسالة اللي أنا عايز أقولها للناس،
بلاش تنجرفوا وراء الناس اللي بيقولوا عن نفسهم الراقي الروحاني او الراقي او ايه. اقرأي الايات، الحاجات دي يا اخواتي مش موجودة من الاسلام. لو حضرتك احسنتي صلاتك، لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو احسنتي بس الصلاة مش هتشتكي من اي حاجه، مش هتحتاجي ان حد يرقيكي او تجري ورا ايات للرزق ولا يقراي سوره للرزق، مش هتحتاجي للحاجات دي خالص. نحتاج ان احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ادانا صلاه قيام الليل عشان نتضرع الى الله وندعو الى الله سبحانه وتعالى. قومي صلي بالليل، قومي ادعي ربنا ان ربنا يشفيك وان ربنا يرزقك وان ربنا يبارك لك في اولادك. ادعي ربنا زي ما اللي انت تعبانه وتشتكي منه، قومي صلي بالليل في قيام الليل وصلي الفجر. حافظي على صلاتك، حافظي على صلاتك. في الصلاه، الصلاه يا اخواتي هي المنجيه، هي منجيه من اهوال الدنيا واعباء الدنيا ومشاكل الدنيا. مش محتاجه ان انا اسمع واحد بيقول على نفسه ان هو شيخ روحاني او راقي روحاني، او يقول لي اقراي السوره الفلانيه عشان يجي لك الرزق، اقراي السوره الفلانيه عشان تحملي، اقراي السوره الفلانيه عشان يجي لك فلوس. الكلام ده يا اخوات حرام حرام حرام، وليس له اصل من الدين. والله يا اللهم اني بلغت، اللهم بلغت، اللهم فشل. هذا الكلام يا اخواتي لا ليس له اي علاقه من الدين تماما. هل حضرتك طبقتي الصلاه؟ الصلاة أول ما يسأل عليها العبد يوم القيامة هي الصلاة. إذا صلحت صلح باقي العمل، وإذا فسدت فسد باقي العمل. هل حضرتك صليتي كما ينبغي أن تصلي؟ إيه الصلاة؟ إيه هي أركان الصلاة يا أخواتي؟ هل طبقتي أركان الصلاة وسنن الصلاة واجبات الصلاة؟ هل صليتي كما يرضي الله ورسوله؟ الصلاة يا أخواتي، الصلاة لها واجبات ولها أركان ولها سنن، تمام؟ هل إحنا صلينا كما يرضي الله ورسوله؟ هل أحسننا الصلاة؟ هل أحسننا الصلاة يا أخواتي؟ الصلاة طيب، حضرتك عارفة إيه هي أركان الصلاة؟ عارفين يعني ايه اركان الصلاه وواجبات الصلاه؟ طيب تعالوا بس نتكلم بس عن الصلاه، الصلاه بس اللي هي عمود الاسلام، اللي هي عمود حياتنا كلها. اول حاجه الصلاه يا اخواتي لها سنن. السنن في سنن للصلاه، المقصود بيها انها سنن الصلاه، منها في سنن قوليه ان انا بقولها بلساني، وفي سنن فعليه ان انا بفعلها بالجسد. والمقصود بالسنن يا اخواتي ما عدا الاركان والواجبات، يعني في ركن للصلاه وفي واجبات وفي سنن، تمام يا اخواتي. والفقهاء كلهم اجتمعوا ان في سنن قوليه هي 17 سنه، وفي سنن فعليه وهي 55 سنه، تمام. ولا تبطل الصلاه. طيب لو انا تركت السنه اللي منها السنه، هل لو انا تركت سنه من السنن القولية ولا الفعلية هل تبطل صلاتي؟ قالوا العلماء، قالت لا تبطل الصلاة بترك شيئا من السنن ولو عمدا، حتى لو انت متعمدة، بخلاف الأركان والواجبات. ركن الصلاة يبطل الصلاة، تركت ركن من الصلاة يبقى صلاتك باطلة، واجب يبقى صلاتك باطلة. ايه الفرق يا اخواتي بين الركن والواجب؟ ايه الفرق بين كلمة الركن، الركن في الصلاة والواجب في الصلاة؟ إن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لابد من الاتيان به. الركن هو من أركان الصلاة، لا يسقط من عليك أبدا، حتى لو سهيتي هتعيدي الصلاة من الأول. الواجب فيسقط عليك، يسقط عليك بالنسيان ويجبر بسجود السهو. الشيء الواجب في الصلاة، هنقول من واجبات الصلاة، هنقولها إن شاء الله، بس نشوف الأمرين إيه الفرق بينهم وإيه معناهم، تمام. الواجب يسقط بالنسيان، لو أنا نسيت الواجب في الصلاة تجبره سجدتين سهو، تمام يا أخواتي. إنما الركن لا يسقط أبدا ولا سهوا، لو أنت حتى اتعمدتي أن تترك الواجب عمدا
لا يسقط من عليكي ابدا، تبطل الصلاه ولا تجبره سجود السهو. ليه؟ ان ده ركن من اركان الصلاه. انا بس بتكلم في الصلاه اللي هي اساس حياتنا، اللي هي احنا موجودين، اللي هي توزن اعمالنا يوم القيامه، واول شيء هنسال عليها يوم الدين. لما نصلح صلاتنا ونحسن صلاتنا يا اخواتي، يبقى خلاص يعني مش هنشتكي من حاجه، هنلاقي الرزق وهنلاقي كل خير ربنا يعطيهولنا. تمام، انا فهمكم ايه اركان الصلاه وايه واجباتها عشان الناس تفهم يعني ايه صلاه، يعني ايه دين. الصلاه هي الدين يا اخواتي. ولعل من المناسب هنا ان نذكر اركان الصلاه وواجباتها، ثم شيئا من بعض السنن. السنن كثيره يا اخواتي، بس عايزه اقول لكم حاجه، الناس اللي حريصه على سنن النبي عليه الصلاه والسلام اكثر ناس هتشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام. الناس اللي بتحرص انها تطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام في كل شيء، هم اكثر الناس اللي هيشربوا من حوض النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه، والنبي عليه الصلاه والسلام هيعرفهم يوم القيامه. ليه؟ لانهم كانوا بيطبقوا سننه في الدنيا. تمام يا اخواتي، لو تركنا السنه ما فيش مشكله، انما لو تركنا واجب، لو تركنا ركن تسقط الصلاه ولا يجبرها السجود سهو ولا شيء، لو تركنا واجب يجبره السجود. تمام، تعالوا نشوف يا اخواتي اولا اركان الصلاه. ايه اركان الصلاه؟ معانا 14 ركن. تمام، القيام في الفرض على القدر، ان انا اقوم اصلي، ان انا عندي قدره ان انا اقوم اصلي. تكبيره الاحرام، يعني ايه تكبيره الاحرام يا اخواتي؟ هي هي الله اكبر، دي تكبيره الاحرام، ده ركن. دي احنا بنتكلم في اركان الصلاه، بدون هذه الاركان تسقط صلاتك ولا يجبرها اي سجود سهو ولا اي شيء، تسقط الصلاه وتعيد الصلاه. تمام، تكبيره الاحرام، قراءه سوره الفاتحه، ده من اركان الصلاه. الركوع، طبعا انتوا عارفين الركوع، واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتي، انحي ظهري حتى اقدر امس الركبتين بايدي، ويكون ظهري مستوي. خلاص، دي صعبه ان انا اركع في خط مستقيم وتكون ايدي على ركبتي، ايدي الاثنين على ركبتي الاثنين. تمام يا اخواتي، انا احاول ابسط الموضوع باللغه العاميه. تمام، والرفع من الركوع، الرفع من الركوع، انا ركعت اهو ارفع من الركوع، ده ركن من اركان الصلاه. الاعتدال قائم، دايما انا واقفه معتدله كده وظهري مستقيم. السجود يا اخواتي، السجود يعني امكن وجهي، يعني السجود انا بسجد على سبع يعني بسجد على سبع، بسجد على الانف، الجبهه والانف والكفين وركبتين واطراف الاصابع، اطراف اصابع القدمين، ده محل السجود. واقلها وضع، واقل حاجه حتى من رحمه ربنا، اقل حاجه في السجود ان عضو من الاعضاء اللي انا قلت عليها دي يلمس الارض. يعني ايه؟ انا بسجد على سبع يعني جوارح. اول حاجه الجبهه لازم تلمس الارض، ادي الجبهه، دي الجبهه يا اخواتي. الانف يلمس الارض، الكفين ايدينا تلمس الارض، الركبتين تلمس الارض، اطراف اصابع رجلينا تلمس الارض. والاسلام بيقول لك اقل حاجه، خلي عضو من اعضاء اللي احنا تكلمنا فيها دي، الجبهه والانف والكفين والركبتين واطراف الاصابع، حوالي خمس مواضع، اقل حاجه خلي واحده فيهم يلمسوا الارض. تمام، ده ركن من اركان الصلاه يا اخواتي. الرفع من السجود، انا دلوقتي سجدت وقاعده في ركعه في وضعيه السجود، ده ركن من اركان الصلاه. الجلوس بين السجدتين، طبعا انتوا عارفين لما احنا بنسجد سجدتين في كل صلاه، ده الجلوس بين السجدتين. وكيف جلس، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى. غصب عني لازم برضو أدخل اللغة العربية غصب عني. الجلوس بين السجدتين يا أخوات، وكيف جلس، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يعني أتني رجلي اليسرى رجلي الشمال، وأفرد اليمنى والاثنين أمام القبلة مستقبلين القبلة. يعني أجلس أتني رجلي الشمال على اليمين شوية كده، وأكون طبعا مستقبلة القبلة.
وهذه ركن من أركان الصلاة، دي الجلوس بين السجدتين يا أخواتي. تمام. الركن العاشر الطمأنينة، وهي السكون في كل ركعة من قرش الصلاة. أدي كل ركن حقه، أسجد وأنا مطمئنة، أركع وأنا مطمئنة، أقف للتكبير وأنا مطمئنة، أقرأ سورة الفاتحة وأنا مطمئنة، ما أقرأش كده وأجري أجري، لا. الإطمئنان، خدوا بالكم، الطمأنينة والسكينة في السجود والخشوع ركن من أركان الصلاة. لو أنا كروت الصلاة، هكلمكم باللغة العامية، لو أنا كروت الصلاة يا أخواتي الصلاة لا تقبل، لأن الطمأنينة والسكون من أركان الصلاة. تمام. التشهد الأخير، انتوا عارفين اخر تشهد بنقوله في الصلاه، سواء في صلاه رباعيه بنقوله في اخر الصلاه، سواء صلاه المغرب بنقوله في اخر ركعه في صلاه المغرب. تمام. وصلاه الفجر بنقوله في اخر ركعه في صلاه الفجر. التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه. لو انا لم اقوله، يبقى انا كده اخليت بركن اركان الصلاه، يبقى صلاتي لا تصلح، وان اعيد الصلاه ولا يجبرها اي سجود، لا يجبرها سجود السهو. والجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، يعني قول التشهد الأخير واجلس كده وأنا مطمئنة، وأقول التشهد الأخير وأسلم، أقول السلام عليكم، السلام عليكم. تمام يا أخواتي. رقم 13 التسليمتين، يعني أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تمام. ده ركن من أركان الصلاة. التسليمتين هو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل يعني السنة تسليمة واحدة، وكذا كمان احنا في صلاة الجنازة، انتوا عارفين احنا بنسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، بنقول السلام عليكم من ناحية الشمال، دي صلاة الجنازة اللي احنا بنقول عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. تمام. ده ركن من أركان الصلاة يا اخواتي. آخر ركن معانا هو الركن 14 ترتيب الأركان كما ذكرنا. فلو سجدنا مثلا قبل الركوع عمدا واحنا متعمدين، بطلت الصلاه. وسهوا لو احنا سجدنا، اول حاجه لابد ان نرتب اركان الصلاه، يعني ما ينفعش اول حاجه اقول تكبيره الاحرام واقف معتدله واقرا سوره الفاتحه، بالترتيب هكذا زي ما قلنا الاركان كلها. لو انا تركت ركن وانا يعني متعمده ان اترك ركني ده، كده بطلت صلاتي. يعني لو تركت سوره الفاتحه، تركت الركوع، تركت دي اركان الصلاه، الركوع والسجود والتشهد والجلوس بين السجدتين، دي هم، والطمانينه والخشوع، هم دول اركان الصلاه 14 ركن. لو انا تركتها يا اخواتي وانا عامدا، مش سهوا، عامدا متعمدا ان اترك ركن، يبقى بطلت صلاتي يا أخواتي، وسهوا ولزام الرجوع ليركع ثم يسجد. لو تركت ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة يا أخواتي. تمام. احنا قلنا 14 ركن من أركان الصلاة. تعالوا نشوف واجبات الصلاة. واجبات الصلاة 8، ايه هما؟ التكبير لغير الإحرام، قول سمع الله، يعني احنا اول حاجة بنفتتح الصلاة ونقول الله أكبر، يبقى دي تكبيرة الإحرام، دي أساسي في الصلاة، لأن أنا خلاص دخلت الصلاة. تمام. إيه بقى التكبير الغير إحرام؟ مش إحنا بنصلي بننزل ونطلع، بننزل ونطلع في حركات الرجوع والسكوت، بنقول الله أكبر. تمام. دي من واجبات الصلاة، دي من واجبات الصلاة. لما أنا أطلع من الركوع بقول الله أكبر، ده غير تكبيرة الإحرام. بنزل للسجود بقول الله أكبر، دي تكبيرة الغير الإحرام، دي من واجبات الصلاة. تمام. معانا 8 من واجبات الصلاة. قولي سمع الله لمن حمده، لما نيجي نطلع بنركع نقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ونطلع نقول سمع الله لمن حمده، ده المنفرد اللي بيصلي لوحده من غير الجماعة، ده برضو واجب من واجبات الصلاة. قول ربنا ولك الحمد، ده واجب من واجبات الصلاة. قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، ده من واجبات الصلاة. التشهد الأول اللي احنا بنقوله في الركعة الثانية، في سواء في الصلاة الرباعية، وبنقوله في صلاة المغرب في الركعة الثانية، ومن
في الصلاة الرباعية بنقوله في الركعة التانية، الصلاة المغرب بنقوله في الركعة التانية برضو. الجلوس للتشهد الأول، طبعا عشان أقول أنا التشهد الأول بجلس، بجلس دي واجبات الصلاة، دي واجبات الصلاة اللي التكبير غير الإحرام، اللي احنا لما بنطلع وننزل في حركات الصلاة بنقول الله أكبر وقول سمع الله لمن حمده، ده من واجبات الصلاة. ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة، دي واجبات قولية احنا بنقولها، دي اللي احنا بنقولها بلساننا يا أخواتي. سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع من واجبات الصلاة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود من واجبات الصلاة، قول ربي اغفر لي بين السجدتين من واجبات الصلاة، التشهد الأول اللي احنا بنقوله في الركعة الثانية من واجبات الصلاة، الجلوس للتشهد الأول ان انا اجلس اقول التشهد الأول ده من واجبات الصلاة. يبقى احفظوا واجبات الصلاة 18 واجب، وأركان الصلاة يا اخواتي 14 ركن، احفظوا كده معايا وأركان الصلاة 14 ركن، واجبات الصلاة 8 واجبات، تمام. تعالوا نشوف بقى سنن الصلاة القولية، السنن بقى بتاعت الصلاة، في سنن قولية وفي سنن فعلية. أنا بتكلم بس على الصلاة لأن الصلاة لوحدها تكفينا، تكفينا كل شر، هي الصلاة الوحيدة اللي هتنجينا يوم القيامة وهتنجينا في القبر، هي اللي هتنجينا وهتحلي أيامنا، هتحلي أيامنا يا أخواتي لما نحرص على الصلاة زي ما بنقول أركانها وواجباتها وسننها والخشوع في الصلاة. مش أحتاج أي حد يرقيني، مش أحتاج إن حد يقول لي اقرأي سورة عشان يجي لي رزق أو يجي لي ذرية أو أو أو. يا جماعة نحسن صلاتنا، الصلاة الصلاة أول ما يسأل عليها العباد كلهم يوم القيامة هي الصلاة، إذا صلحت صلح باقي عمل الكل ودنيتي كلها صلحت، وإذا فسدت فسد باقي العمل. تعالوا نكمل سنن الصلاة القولية. سنن الصلاة القولية 11 سنة يا أخواتي، أولها قول هي قولية بعد لما أنا أقول الله أكبر، هي تكبيرة أول حاجة بقولها في الصلاة تكبيرة الإحرام ويا الله أكبر، ده ركن من أركان الصلاة، وراها بنقول دعاء استفتاح الصلاة، تمام. ده من السنن، لو أنت تركتيها خلاص مش يعني تقبل الصلاة، بس دي سنة، سنة قولية. بس بقولك لما نحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء بنبقى أكثر الناس بنشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، افهموا ان انا بقوله لكم، تمام. معانا 11 سنة قولية في الصلاة، اولها بعد تكبيرة الإحرام بنقول دعاء الاستفتاح. ايه هو؟ في كذا دعاء، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك، ويسمى يا أخواتي دعاء استفتاح، ده سنة قولية، تمام. التعوذ يعني ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي سنة من سنة الصلاة. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة قولية، قول آمين لما أكون بنصلي وراء إمام. قراءة الصورة لبعد الفاتحة، يعني الوقت اللي بقرأ الفاتحة ومعها صورة قصيرة، دي سنة من سنن الصلاة. أقرأ سورة العصر وسورة الكافرون، دي سنة من سنن الصلاة، تمام. الجهر بالقراءة للإمام، الإمام طبعا أنتوا عارفين إيه الصلاة، يا ترى حد اللي بيسمعني عارف إيه الصلاة الجهرية اللي الإمام بيقرأ فيها بصوت عالي؟ أول حاجة الفجر صلاة جهرية، الظهر صلاة سرية الإمام لا يتكلم فيها، بيقرأ بسكوت. الظهر والعصر من الصلاة السرية، المغرب والعشاء والفجر الصلاة الجهرية، يعني الإمام يتكلم في الميكروفون ويقرأ الآيات القرآن ويسمع الناس الصلاة، إنما صلاة الظهر وصلاة العصر من الصلاة الجهرية، الإمام لا يتكلم في الميكروفون، تمام يا أخواتي. قول غير المأمون، يعني الناس يعني اللي وراء الإمام بعد التحميد، في قول بنقوله ده سنة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصحيح إنه سنة للمأمون. المأمون يعني الناس اللي بتصلي ولا اللي بتصلي وراء الإمام، تمام. ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، أحيانا بنقول
بنقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم 3 مرات، اللي زاد عليها بقى بيبقى تبقى سنة، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع أي التسبيحة التانية والثالثة وما زاد على ذلك بيبقى سنة. لو أنا قلت مثلا سبحان ربي الأعلى 4 مرات، الرابعة دي سنة. لو أنا قلت سبحان ربي العظيم 4 مرات أو 5 مرات، الزيادة عن الثلاثة دي سنة يا أخواتي، دي سنة قولية. ما زاد عن المرة في تسبيح السجود، تمام، أنا دلوقتي بسجد وبسبح بقول سبحان ربي الأعلى في الأرض 3 مرات، لو زدت عليه أكثر من ذلك يبقى هذا دي سنة قولية كان النبي يفعلها يا أخواتي. ما زاد على المرة في قوله بين، مش احنا احيانا في الجلوس بين السجدتين بنقول ربي اغفر لي، هي بتتقال مرة. لو انا قلت ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، اللي زاد عليها دي تبقى سنة، سنة قولية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة في التشهد الأخير على النبي عليه الصلاة والسلام وأهله 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 عليهم السلام والبركة عليه وعليه والدعاء بعده. يعني إيه؟ مش إحنا بنقول التشهد، التشهد ليه قسمين، التشهد اللي إحنا بنقول التشهد وبعد كده في الصلاة التشهد الأخير اللي إحنا بنصلي على النبي. التشهد الأول يا أخي، الأول يا أخواتي، الله أعلم في ناس عارفاه ولا لأ. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ده أول تشهد. التشهد بقى الأخير ده احنا بنقول أول تشهد في الركعة الثانية. التشهد الأخير فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ده من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وبنقول وراها الدعاء اللي احنا عارفينه بنقوله كل مرة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. هذه يا أخواتي السنن القولية، وهي 11 سنة قولية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو انا ما عملتش اللي انا قلت عليه دلوقتي هتخل بالصلاه؟ لا، لا تخل بالصلاه، لا تبطل صلاتي ولا تجبر بالسجود، خلاص. دي سنن في سنن قوليه احنا قلناها، هنقول بقى السنن الفعليه. انما الركن يسقط لا تصح الصلاه به، نعيد الصلاه. الواجب يجبر السجود. لو انا نسيت واجب، احنا قلنا عندنا اراجع معاكم اللي انا قلته، عندنا كام واجب عشان في ناس لسه داخله. عندنا 8 واجبات في الصلاه تجبر بالسجود، عندنا 14 ركن من اركان الصلاه تبطل. لو انا تركت ركن من الاركان ال 14 دول الصلاه تبطل، اعيد الصلاه من الاول. انما لو تركت واجب يكبر بالسجود السهو، تمام. واتكلمنا دلوقتي عن السنة الصلاة القولية وهي 11 سنة، تمام. هنتكلم عن السنن الفعلية للصلاة، السنن بقى اللي انا بفعلها. يعني لما دلوقتي بقول لي ارفع ايدي مع التكبير الله اكبر، ولازم ايدي يا اخواتي تبقى عند اذني، الله اكبر دي سنة فعلية. رفع ايدي عند الركوع وانا نازل اركع اقول الله اكبر، برفع ايدي عند الركوع. رفع اليدين عند الركوع، الرفع من الركوع الله اكبر، يعني رفع اليدين مع تكبيره الاحرام دي سنه فعليه. رفع اليدين عند الركوع وانا راح انزل اركع دي سنه فعليه. رفع اليدين عند رفع من الركوع سنه فعليه. حط الايدين عقب ذلك، يعني انا دلوقتي طبعا انا بسجد بحط ايدي كده مثلا، ايدي كده على صدري يا اخواتي دي سنه فعليه. وضع اللي بحط، شايفين ايدي انا عشان لابسه ايدي اهي، ايدي بحط ايدي اليمين على الشمال دي سنه فعليه. احط ايدي كده على صدري، اليد اليمين على الايد الشمال دي سنه فعليه يا اخواتي في الصلاه، تمام. انظر نظري في موضع سجودي، ابقى عيني كده في مكان موضع اللي انا هسجد فيه، دي سنه فعلية يا أخواتي، وجب واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. في تفرق بين القدمين،
انا واقفه 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 كده قائمه مستويه، بس ممكن في ناس بتضم رجليها، وفي ناس احيانا بتفتح رجليها شويه، دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. لك هذا، لك ان تضمي رجلك ولك ان تفتحيها شويه، تمام. قبض الركبتين بيدي والاصابع مفتوحه في الركوع. انا دلوقتي مش بركع، بنزل اركع، مش بحط ايدي على ركبتي، تمام. في ناس بتفرد الاصابع، وفي ناس بتضم الاصابع، تمام. ومد ظهره فيه وجعل راسه حيلة. يعني انا لما احط ايدي على ركبتي وانا بركع يا اخوات، في ناس بتفرد ايديها، بتفرد الصوابع مش بتضمها، دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. ومد ظهري يكون مستقيم وانا بركع، دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذه سنه فعليه، تمام. تمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتها لمحل السجود سوى ركبتين، خلاص. يعني ايه اعضاء السجود كلها؟ زي ما احنا قلنا، انا بسجد طبعا وجهي اول حاجه بينزل على الارض، بعد كده ايديني بحطهم على الارض، وبعد كده الركبتين، تمام. تمكين لما انا اسجد تمام السجود، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة فعلية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يسجد على أعضاء الوجه واليدين والرجلين، تمام. مجافاة عضدي، يعني الفخدين يبقوا جنب بعض، الفخدين يبقوا جنب بعض كده، تمام. وبطنه على فخديه، وفخذيه على عن ساقيه. دي شكل جلسة السجود. النبي كان بيعمل ايه؟ كان الفخدين، كان بيجلس على الفخدين، الفخدين على جنب كده، على الجنب اليمين، خلاص. وبطن رجله وفخديه كله على الجنب اليمين، وبيفرق بين الركبتين شوية كده. بتبقى يعني بصوا، بتبقى الفخدتين يعني الفخدتين يعني الرجلين، يعني الفخذ مش القدم يا اخواتي، اللي فوق بيبقوا جنب بعض كده، جنب بعض، في تفرقه بينهم شويه. وجعل بطون الاصابع على الارض مفرقه. في ناس بتخلي رجليها الاصابع بتاعت رجلين، يا اما احيانا بيبقوا مضمومه او متفرقه. واليد لما نحطها على الفخذ، دي سنه، وتكون مبسوطه، يعني تكون مفروده كده. احط يعني انا ازاي اجلس واحط اجلس وانا تانيه رجلي اكمني. انا والله انا يعني عندي مشكله في السجود، فمش بسجد، عندي يعني عندي مشاكل في رجلي، يعني الحمد لله رب العالمين. فانا نسيت حاله السجود، يعني نسيت، لاني انا لا اسجد من سنين طويله يعني الحمد لله. فمعلش اعذريني، مش عارفه اوصفها، لان انا طبعا انا عارفاها، بس يعني انا طبعا مريضه، عندي مشاكل في رجلي كبيره قوي، يعني كان حادث وسياره ومسامير والحمد لله رب العالمين. المهم شوفوا، بيبقى اجلس واتني الفخذين على الناحيه اليمين، خلاص، واحط ايدي على الركبتين. في ناس افرد صوابعي على الفخذين، تمام. ويكون في ناس بتحبهم يكونوا اما مفتوحين او مضمومين، دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الافتراش في الجلوس بين السجدتين في التشهد الاول والتورك، يعني انا في السجود في الجلوس بين السجدتين، مش احنا بنجلس بين السجدتين من ربي يغفر لي، افترش كده، يعني اتني رجلي تبقى مفروده شويه، الرجلين بيبقوا بس بجنب كده، وافترش يعني افردهم شويه على الارض، تمام. في التشهد الاول، تمام. واضع اليدين على الفخذين مبسوطتين، احط ايدي على الفخذين وهما مفرودين، ومفرودين ومضمومين، يعني كده مش عارفه افهم لكم، يعني الاصابع بتبقى مفروده فرداها مش متنيه ومضمومه. وكذلك في التشهد، وانا بقول التشهد الا انه يقبض من اليمين، اليمين الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابته عند ذكر الله. إحنا طبعا فردين، دي سنة النبي، النبي كان بيفرد يده الأصابع ومفرودة، تمام، ومفرودة. ولما نيجي نقول التشهد بنرفع إيه؟ بنرفع السبابة، تمام،
واحنا بنقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. السبابه ان احنا بنرفع هذا الصابع يا اخواتي بسبابته عند ذكر الله سبحانه وتعالى. التفات يمينا وشمالا في التسليم سنه، يعني السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هذه سنه فعليه عن النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص احنا قلنا كده 13 سنه. وفي بعض هذه الامور خلاف بين، فيه برضو خلاف بين الفقهاء. قد يكون الفعل الواجب عندهم عند احدهم مسنونا عند جميع المذاهب الاربعه. احنا عندنا اربع مذاهب يا اخواتي، عندنا مذهب الامام احمد بن حنبل، ومذهب الامام الشافعي، ومذهب ابي حنيفه النعمان، ومذهب احنا قلنا الشافعي والحنبلي والحنيفي والمالكي، الامام مالك. تمام، هذه المذاهب عندها اختلاف بقى في رفع اليدين، في النيه، في الافتراش، اختلاف في السنن. هو ده موضع اختلاف العلماء في السنن القوليه والفعليه، مش في الاركان يا اخواتي ولا الواجبات. تمام، اختلاف العلماء في السنن القوليه والفعليه، لان احنا عندنا 14 سنه فعلية وقولية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، يعني بيقول لك عند أحدهم مسنونا، في عند الإمام الشافعي ده سنة، عند الإمام المالكي مش سنة، وهذا مبسوط في كتاب ده. كل الأمور دي كلها موجودة يا أخواتي في كتاب الفقه. أنا حبيت أفهمكم أركان السنة، أركان الصلاة سواء الواجبات، الركن. لو أنت خليتي، أنت عندك 14 ركن، لو أخليتي بركن صلاتك لا تصح وتعيد الصلاة. الواجب لو نسيتي واجب، أنا قلتهم إن هم عندنا 12 واجب، بعيد تاني 12 واجب، عندنا 8 واجبات في الصلاة يجبرها السجود، وعندنا الواجب في الصلاة عندنا 8 من واجبات الصلاة أنا قلتهم يجبر، لو إحنا نسينا واحدة منهم يجبرها السجود. تمام، إنما لو أنا تركت، عندنا 14 ركن في الصلاة، تركت واحدة لا كده أعيد الصلاة من الأول. الركن احنا قلنا عندنا 14 ركن من أركان الصلاة، عندنا السنن القولية 11 سنة خلاص، وعندنا السنن الفعلية حوالي 13 سنة، عندنا 13 سنة فعلية كان يفعلها النبي، وعندنا 11 سنة قولية كان يفعلها النبي. لو أنا تركت السنة دي تصح صلاتي، بس الأفضل لو تركت اللي أنا قلت في السنة، لو تركت ال 11 سنة قولية وال 13 سنة فعلية تركتها تصح صلاتي. بس إن أنا بقول لكم يا أخواتي الأفضل إن إحنا نقوم بالسنة القولية والفعلية، عشان كل ما تأخذي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكون مجلسك قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة هو أحسنكم أخلاقا. تمام، أو قال حسن الخلق. وكل ما تاخدي من سنة النبي كل ما تشربي من حوض النبي أكثر أكثر وأكثر، وتنالي شفاعة النبي أكثر من الناس اللي. طب انت تركتي سنته في حتى سنن الصلاه، تركتي سنن، طب النبي عرفك ازاي؟ هتشربي من حوضه ازاي؟ لما احنا اي شيء فيه سنه هنتركه، يبقى ان احنا كده تركنا سنه النبي، يبقى هذا هو الجهل. الجهل لما نترك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ده حاجه بسيطه لحسن نتكلم في الصلاه. سنن الصلاه عندنا 13 سنه فعليه و11 سنه قولية. لو احنا تركناهم يا اخواتي ده بس في عبادة الصلاة، في عبادة الصلاة لسه في الزكاة والصيام والحج والعمرة لسه كل فيها سنن. لو احنا يا اخواتي تركنا هذه السنن، هل النبي هيعرفنا يوم القيامة؟ طب السنة ايه يعني لو احنا تركناها؟ طب هو يعني هي ليه نزلت مع القرآن الكريم؟ عشان تشرح لنا القرآن الكريم، وازاي هنكون من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بتكلم معاكم في جهل الناس بتترك السنن، بتترك الحاجات، بتترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام،
وتجري وراء الدجالين والمروجين للبدع ومروجين انا اول مره في حياتي اسمع يعني ايه عالم روحاني، يعني ايه بيعالج الرق الروحاني. الكلام ده غلط، الكلام ده حرامي يا اخواتي، ما فيش حاجه اسمها كده في الدين. انت عليكي عندك قران كريم تتبعيه، وعندك سنه نبويه بتشرح لك القران الكريم وتتبعي سنه نبيك. عليكي ان انت تتبعي، الافضليه ليكي كمسلمه موحده ان انت تتبعي سنه النبي. انت مش من اهل، مش من اهل الاسلام ومن اهل السنه ومن اهل من اصل من اهل السنه ومعذره من اهل السنه والجماعه اللي هم اللي بيتبعوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، عشان وقت يوم القيامه انت في امس حاجه لحسنه، ممكن الحسنه دي تكون سنه انت عملتيها تفرق معاكي في الميزان. احنا في امس حاجه ان احنا نطبق السنه ونطبق الاركان ونطبق الواجبات في جميع العبادات، في جميع العبادات. لو طبقنا ديننا يا اخواتي حق تطبيقه كما اراد الله سبحانه وتعالى لنا واراد النبي عليه الصلاه والسلام لنا، لا نحتاج لراقي ولا نحتاج لمشعوذ ولا لدجال ولا حد يقول لنا اقراوا السوره، اقراوا السوره 7 مرات. يا اخواتي الكلام ده بدع، وكل الناس وبلاش يعني بلاش تدعموا الحاجات دي وتخليها منتشره بين الناس. احنا مشكلتنا دلوقتي الان الجهل. ايوه امه، يا امه المليار، امه جهل ضحكت من جهلها الامم. احنا الان مشكلتنا العويصه، المشكله العظمى الجهل. الناس جهله بدينها، الناس تركت الدين ونسيت الدين. يعني هقول لكم حاجه، مثال، تعالوا كده نتكلم يعني بالعربي كده، تعالوا كده نشرب مع بعض كده كوبايه شاي ونفهم. طب الناس اللي ماتت في الحج دي، تمام، بيقولوا ان كان ان طبعا الحج هناك دي بلد تاني وعاملين لهم انظمه وليهم قوانين، تمام، دي كل بلد وليها انظمتها وليها قوانين، لا احنا ليس لنا الاختيار في اي شيء. ده حج، تمام، وهذه البلد بتقول ان في نظام لهذا الحج، واللي يخلي بالنظام هيحصل كذا وكذا، تمام، احنا ليس لنا في الامر خيار، احنا رايحين نقيم فريضه مش نعمل حاجه غلط، تمام يا اخواتي، بنقيم فريضه. وبعدين نبيكم محمد عليه الصلاه والسلام حج مره واحده بس، حج هي حجه الاسلام، تجبر خلاص نحج. انا اسمع ان في ناس بيحجوا 20 مره. فلوس الحج اللي بيطلعوا بيها دي يا اخواتي اولى بيها الفقراء والمساكين والارامل والمطلقات، اولى بيها الايتام، اولى بيها ان احنا نزوج بيها الشباب والبنات، اولى بيها ان احنا نفتح بيوت مسلمين. ايه الفايده؟ اطلع احج والله والله، لو والله لو كل الحجاج او الحج، الناس بتطلع اكتر من مليون حج بيطلعوا يحجوا كما يرضي ربنا، والله لا نشوف الدنيا حاجه تانية خالص. لو كل واحد عنده فلوس وبيطلع زكاة المال زي ما ربنا امره، والله ما نلاقي فقير بيننا. لو كل واحد صام الصيام اللي ربنا اللي يرضي ربنا في شهر رمضان، والله هنلاقي حالنا انصلح، ما هنشتكي من اي شيء، وما تحملوش اي حد مسؤوليه اخطاء، ما تقولوش البلد او الحكم او لا لا لا، المواضيع دي بره ديننا خالص. انت كفيله بنفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. لو احنا ناس كويسه وصالحه كربنا سبحانه وتعالى هيولى علينا الصالح. لو احنا ناس كويسه، تمام، لو احنا ناس مع ربنا سبحانه وتعالى. طب انتوا يا جماعه شايفين ان احنا ناس كويسه؟ هل نستحق حد بل انا عايزه بس ابسطها عشان ما يعملش مشاكل، حد طيب يخاف ربنا يحكمنا؟ انتوا شايفين ان احنا نستحق هذا؟ شايفين انتوا ايه رايكم ان ناس ما خرجتش في العيد بسبب شفتوا الموجه الحاره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ البنات تعالوا شوفوا، انزلوا الشارع دلوقتي في العيد، احنا اخر يوم العيد، شوفوا البنات. انا عايشه في اسكندريه، تمام، انا موجوده في اسكندريه وعايشه في اسكندريه، تعالوا شوفوا البنات على الكورنيش وفي الشوارع ماشيين ازاي، شوفوا البنات قصه ايه والولاد قصين ايه في شعرهم ولابسين ايه، يكادوا لهم لا لابسين لبس ولا ولاد لابسين لبس،
حاجات ضيقه جدا، والبنات تكاد تكون مش لابسه لبس، للاسف ماشيه على الكروش وماشيه على البحر. العيد كان بالنسبه الناس قعدت في بيوتها من كتر الحر، واصبح الشباب والبنات هم اللي في الشارع. تمام؟ هل يرضي ربنا سبحانه وتعالى ان ام واب ينزلوا بنتهم وهي تكاد تكون لابسه لبس ضيق جدا جدا جدا، نازله بيه الشارع في العيد، واسمها حاطه طرحه كده راميها على كتفها ان هي كده مثلا محتشمه، او سايبين اولادكم يحلقوا الحلاقه اللي تغضب ربنا، انها القزح، الحلاقه اللي بيقعدوا يحددوا الشعر، ودي من 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 سمات اهل الكفر. ليه سايبين اولادكم يحلقوا الحلاقه اللي تغضب ربنا؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الحلاقه او اي حاجه نتشبه بها بين اليهود والنصارى، كل ده حرام. ليه؟ ما ترجعوش تشتكوا وتزعلوا وتقولوا ايه اللي بيحصل لنا ده؟ ليه الاسعار بتغلى؟ ليه المصايب دي بتنزل علينا؟ ليه الموجه الحاره دي جايه؟ ما تسالوا نفسكم، ما شوفوا الناس اللي بتموت كل يوم واحنا ولا هنا، واحنا مش موجودين، احنا بقول بس يا رب. شوفوا الناس اللي ما بتك... اللي كل يوم متصابه، شوفوا المجازر اللي بتحصل كل يوم، فكروا وافتكروا كده اللي بيحصل في بلاد المسلمين. هو انتوا فاكرين المسلم كالمسلم كالبنيان، كلنا يشدوا بعضه بعضا، كلنا المسلمين كالبنيان صف واحد، المسلمين كلها صف واحد يا اخواتي، بتشد بعضنا بعض. لو واحد من الصف ده اخل بالصف، يبقى كل المسلمين هيحصل لهم هذا الخلل، لان احنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ما تزعلوش لما نسمع فيه مشاكل في بلد الفلاني وبلد الفلاني، وبيحصل اغتصاب هناك ومشاكل هناك، وناس بتموت كل يوم، وعايزين نفرح بالعيد وعايزين نفرح ونعيد وناس ماتت في الحج. ليه؟ وموجة حرة أول مرة تيجي على اسكندرية، موجة حرة بالشكل ده، ده بيقولوا أهون بلد اسكندرية في الحر. والله إحنا مش قادرين ناخد نفسنا. أنا طالعة النهاردة بقول وأنا زعلانة وحزينة، بشوف على كم من اليوتيوب كم التفاهات، والناس بتنشر كلام حرام عليكم والله، حرام تبثوا فيديوهات. خلوا الأمور مستورة، طالما ربنا سترها مفيش داعي إن أنتوا تبعتوا فيديوهات تبكينا وتحزننا على الناس اللي ماتت. خلاص هي ماتت، أمرها بين، أنت مش هتصلحي الكون، أمرها بين يدي الله. ربنا قدر لهم انهم ماتوا في الحج، يمكن هم طلبوها ماتوا في الحج خلاص. ليه بتنشروا الحاجات دي؟ هتستفادوا ايه؟ ليه بتشوهوا الاسلام؟ تقول له ده حصل كذا وكذا وكذا، حجاج وماتت خلاص، ماتت امرها عند الله، ربنا هو يعني ربنا لا قضى خلاص عمرها، لا نقص شيء ولا نقص شيء يا اخواتي. ليه بننشر الفيديوهات دي وكمان بنلاقي مشاهدات وناس بتنشر؟ حرام عليكم والله العظيم حرام. احنا ده بلد اسلامي، وبلاش نشوه، بلاش ننساق بين التشويه، كلنا مسلمين، اي بلد اسلامي كلنا مسلمين، ايا كان في اختلافات، طبيعي في اختلافات، اكيد في اختلافات، اختلافات في الاراء، اختلافات في النصاب، ده لا يخصنا لا يعنينا، اللي يخصك بيتك واولادك وجوزك وحياتك بس، ده اللي يخصك يا اختي الكريمه، ده اللي يخصك يا اخي الكريم، اللي يخصك بيتك، اصلح بيتك واصلح حال اولادك وزوجتك واهلك، وعلى كده بفكر بره، شوف حال البلاد بره، لما انت تصلح كل واحد فينا يصلح بيته واولاده، الدنيا هتنصلح حالها. لما احنا نطبق الشريعه الاسلاميه ونربي اولادنا صح، ما نجيش نشتكي نقول يا ده الجو حر قوي، ده الحاجه بقت غاليه غاليه غاليه. ليه؟ من ذنوبنا ومعاصينا، وكتر من الناس، من احنا ألفنا الناس بتموت وبنشوف، والناس بتموت ونشوف، ألفنا هذه المناظر، فما الموضوع عندنا اصبح فيه نوع من التبلد، ما بقناش نحس، فعلا ما بقناش نحس. وانا لا اعمم الصوره، في ناس محترمه، في نماذج محترمه، هي اللي بتودي المساعدات، وهي في ناس على الرباط وعلى صغور من صغور الاسلام، هي تقف، وربنا سخرها لهذا الامر. في ناس ربنا سبحانه وتعالى سخرها، ناس منا احنا المسلمين سخرها لهذه الامور، تبقى واقفه على صغور الاسلام، تبقى هي تقدر تودي مساعدات، تقدر تساعد ارامل، تقدر تساعد مطلقات، تقدر تساعد فقراء، في ناس ربنا سخرها. بس احنا كام؟ واحنا عددنا كام يا مسلمين في العالم كله؟ احنا اكثر من 1.5 مليار، الله اعلم، احنا يمكن دخلنا 2 مليار 2 مليار ال 2 مليار دول يا مسلمين، هل عارفين دينهم؟ هل بيطلعوا زكاه المال؟ هل هم عارفين دينهم صحيح؟ بيطبقوا الحجاب الشرعي؟ هل احنا بنطبق ديننا صحيح؟ لا، ده احنا دلوقتي احنا بنشوف العجب العجاب في النت،
والله انا ما عارفه انها كان هذا النت جاي نعمه علينا ولا نقمه، الله اعلم. بس اللي انا بقوله لكم، بقوله لكم الان، انا بجد والله يعني الواحد بيجي له حاله من حالات الاكتئاب لما نشوف واحد طالع بس 10 دقائق بس عشان يقول كلمتين، يعني انا كنت ساحر تائب وبقول كذا كذا. اوعوا بيضحكوا عليكم بالكلام ده، الكلام ده مش صحيح. ده هو جاي بيقول لك، بيعلمك يعني هو كان بيعمل ايه. طب ايه الفايده من هذا الفيديو؟ انا ساحر تائب وجاي اقول لك انا كنت بعمل كذا وكذا، وانتوا تسمعوه الكلام ده حرام، لو كده بيعلمكم السحر. طيب واحد بيقول لك راقي روحاني، اعملي كذا وكذا وشوفي الايه كذا، طب شوفي اسمك كذا، الكلام ده كله يا جماعه يا جماعه مش بالدين، والله حرام حرام حرام. لما حد يسمعه ده انتوا كده بتتعلموا البدع، بتتعلموا الحاجات اللي مش بالدين اصلا. دي قصه خارجه كده عشان احنا نسيب ديننا الاصلي وننحرف وننجرف ورا البدع والحاجات اللي ليس لها اصل من الدين ولا حتى اصل من ولا اصل من الادميه من الانسانيه. ايه ساحر تائب ويجي يعلمنا اصل انا كنت بعمل كذا وبعمل كذا؟ حرام حرام، لا تسمعوا الاشياء دي. ده هو كده بيعلمكم السحر، يعلمكم اللي يغضب ربنا. مش فاكرين قصه هاروت وماروت اللي قالوا ان ربنا بعثهم فتنه للناس عشان يعلموا الناس السحر، وقالوا نحن فتنه ما تتعلموش، وبرضه ما سمعوش الكلام وتعلموا السحر. شوفوا اقرأ القرآن في الملكين هاروت وماروت اللي كانوا بيعلموا الناس السحر، وكانوا بيقولوا ان احنا فتنه والسحر حرام، برضه كان الناس بتتعلم. يعني هذا الفعل من زمان. احنا البشر، احنا البشريه كلها من اول سيدنا ادم لحد الان، لحد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما احنا اصبحنا مسلمين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفينا هذه العادة ان احنا عندنا العند وعندنا الجحد مع رب العالمين. ما ترجعوش تزعلوا لما نلاقي بقى، انا مش عارفة ازاي ام تسيب بنتها تلبس ضيق وتخرج من بيتها. والله يا اختي الكريمة هتحاسبي، اي ام تسيب بنتها لابسه ضيق وبنطلون ضيق وحاجات ضيقه من اللي طالعه دلوقتي ما انزل الله بها من سلطان، وراب بس راميه اشرب على شعرها كده محتشمه، والله ان ربنا يحاسبك، والله ان ربنا يحاسبك يوم الدين. انك انت بتفتني مجتمع. انت ايها الاب لما تسيب ابنك يروح يحلق الحلاقه اللي تغضب ربنا، وسايب ابنك لابس لبس ضيق كده يكاد تكون عورته باينه، ولبسه ضيق ولبسه مقطع مهين لا يليق بمسلم، والله انت ايها الاب انت عليك مسؤوليه على تربيه ابنك وبنتك، وبتسيبوا اولادكم تطلعوا كده للشوارع في الايام المباركه ايام العيد تفسدوا على ناس حياتهم. حرام عليكم والله، فعلا حرام. انا طالعه والله انا نفسيتي تعبانه ساعه ما سمعت ان الحجاج في حجاج ماتت، الناس واخده الامر يا ده ايه اللي حصل ويحملوا ناس. لا، ما حدش يحمل حد خطا حد، مش من الدين اصلا ان احنا نحمل اخطائنا للغير. في نظام الاسلام ماشي بنظام، زي ما الصلاه كده ماشيه بنظام، الصيام ماشي بنظام، الحج ماشي بنظام، العمره ماشيه بنظام، لازم نتبع النظام في حياتنا. الاسلام جاي عشان يعلمنا النظام، مش نخرج بره النظام. خلينا ما نبقاش امه جهله متشتته بتعمل حاجه قبل حاجه وحاجه بعد حاجه، وبتعمل حاجه غلط وبتعمل حاجه مغلوطه، وبتسمع ان الناس دجاله. عايزين ايه تاني؟ عايزين يبقى حياتنا مستويه؟ عايزين يبقى مجتمع قوي ازاي؟ ادوني يعني فهموني ازاي الاسلام نزل عشان وقت الصلاه. عندنا منظم وقتنا بالصلاه، وقت صلاه الفجر، وقت صلاه الظهر، وقت صلاة العصر، وقت صلاة العشاء، وقت المغرب، وقت صلاة العشاء. ديننا دي النظام. النظام طبق النظام في كل شيء، في كل شيء. النظام من ديننا. ربنا سبحانه وتعالى أنزل العبادات عشان تنظم وقتنا وتنظم حياتنا ودنيتنا. امشوا بالنظام. هنقول الناس ماتت. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليها الموت انها تموت هناك. بس في ناس خرجت عن النظام؟ في ناس خرجت عن النظام، بس امرها عند الله سبحانه وتعالى. احنا لا يخصنا هذا الامر ولا نتكلم على اي حد باي سوء. خلينا مسلمين محترمين، هكذا كلنا مسلمين، وكل بلاد المسلمين، المسلمين كلهم بلاد واحده المسلمين، وما فيش اي كلام ان احنا نقوله. انتوا كده عايزين بجد، لو احنا تكلمنا وشوينا وجبنا فيديوهات وبصينا ده حصل في الحرم، في ناس بجد عفوا الله واياكم يقولوا ده سيدنا جبريل نزل على الكعبه
شوفوا، هل ده يعقل؟ يعقل يعقل ان سيدنا جبريل ينزل على الكعبه في الحج ده؟ شوفوا حصل ايه في الكلام ده، حرام. ليه كل ده؟ الناس عايزه تجيب فلوس من الهوا، عايزه تجيب فلوس، فلوس كده حرام، وكل اللي داخل عليها حرام. طالما الحرام لمسك ودخل بيتك ودخل على اولادك، بس انسي بقى الحرام دخل، يبقى الله المستعان. شوفي بقى ايه اللي هيحصل لما الحرام، لما تدوقي الحرام والحرام يخش على بيتك واولادك. ما نبت من حرام فالنار اولى به. احنا ديننا دين نظام، ديننا دين علم. يا أمة العلم، يا أمة اقرأ. أول ما نزل على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ، اقرأ. بس هما الناس عاملين أنظمة، هما حرين، دي بلدهم، عايزين ينظموا. ليه إحنا بنخلي بالنظام؟ وبعدين هو ربنا أمرنا بالحج، تمام، بس قال لك إيه؟ لمن استطاع إليه سبيل. إيه السبيل يا أخوات؟ الصحة، أكون عندي صحة، ما كنتش مريضة تعبانة، وكان عندي قدرة من المال. ماليش دعوة بقى هما غلوها، هما رخصوه، هما. كل بلد ليها نظامها، كل ولد ليها سياستها، هم حرين. انما انا دلوقتي ملتزمه بديني، ديني بيقول لي لمن استطاع اليه سبيل. السبيل ايه هو يا اخواتي؟ اكون انا عندي صحه اقدر امشي الحج الجهاد يا اخواتي. اللي ما طلعش الحج، الحج صعب جدا، صعب، ده من زمان صعب. انا كنت عايشه في السعوديه 25 سنه، حجيت كتير قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت عايشه 25 سنه في السعوديه، وكنت بطلع حج. الحج شاق 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 يا جماعة، حر، حر فظيع، حر صعب جدا. وتمشي تمشي، ده هم عملوا توسعات وعملوا حاجات، تمشي تمشي أميال أميال برجل. الصحيح بيتعب، بالكم المريض، المريض اللي طالع عنده جلطة، ولا طالع عنده مشاكل في القلب، ولا مشاكل في حرق. ليه؟ نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة بس، هي حجة الإسلام، حجة الإسلام. طب الناس اللي ماتت دي مش ليه أهالي؟ ليه أهالي هتزعل عليها؟ ماتوا في بيت الله، يعني ماتوا مات طيبة وهي عند الله سبحانه وتعالى. بس أنا اللي عايز أقول لكم عشان ده افهموا، لما أي يعني أي بلد بتحط نظام نمشي عليه. التحايل على الأنظمة، والتحايل على رب العالمين، والتحايل على الشرع، ما هيش هيفيدك بحاجة، بل أنت ممكن بتقع في معصية، وأنت جهلك بمعصية. يبقى أنت مش واخدة بالك لما تخلي بالنظام وتخلي بـ 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 بأي حاجة في الدين ماشية بالترتيب بجهلك، يبقى أنت كده وقعتي في معصية. ده اسمها عذر بالجهل، أنت وقعتي في معصية بجهلك، ده لا يرضي الله ولا رسوله. ما تبقوش تزعلوا، احنا ديننا دين منظم يصلح لكل زمان ومكان. التزموا شوية يا مسلمين، التزموا بدينكم. والله انا، طب هقول لكم عن حاجه تانية. بتنزل فيديوهات على التيك توك والحاجات، المنصات اللي موجوده دي، رقص وبقى وحاجات اللي انتوا عارفينها، والبنات بترقص وي 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 والحاجات. انا بتكلم معاكم بالطريقه العاميه عشان الكلام كلام يوصل. لحسن لقيت ان الناس بتعترض ان انا بتكلم باللغه العربيه، معناها لغه القران الكريم، ولابد ان نرتقي بانفسنا. بس واضح ان الرقي مش نافع دلوقتي، الرقي بالانفس، النفس تكون تتكلم باللغه العربيه كما بلغه الدين، لغه القران الكريم. بيقول لك ان في ناس ما بتفهمش هذه اللغه، فنتكلم بالعاميه بقى، نتكلم زي ما الناس بتتكلم. مع ان هذه الفيديوهات منتشره كتير باللغه العاميه في على النت يعني. بس انا عايزه اللي انا شايفاه غلط انا لازم اقوله، تمام. شفتوا التيك توك والمنصات اللي طالعه جديده دي، الحاجات الغريبه العجيبه اللي طالعه دي، البنات اللي بترقص، والبنات اللي كذا 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 كذا. شوفوا كم الناس اللي بتخشها، شوفوا كم الرجال اللي بيتفرجوا عليها، شوفوا كم المشاهدات اللي بيخشوا. كل هذا حرام، هتسالوا عليه يوم القيامه. واي فلوس هتخش من هذه المنصات من هذا الباب كلها حرام. وحرام عليكم لما تاكلوا اولادكم، حرام، حرام عليكم تأكلوا أولادكم فلوس، حرام تأكلوهم من مال حرام، ولا يستجاب الدعوة. خدوا بالكم إيه اللي هيترتب على الحرام. أول حاجة هتحرمي من نظرة ربنا يوم القيامة، هتحرمي من تشوفي أولادك محترمين، هتحرمي من لا يستجاب أي ليك أي دعوة، هتخشي النار. من النار اللي ياكل أكل حرام، أن النار أولى بيه. جسدك ده بقى اللي تغذى على الحرام، واخد بالك، النار اولى بيه، النار هتحرقه، ده غذاء النار. عايزه تبقي كده؟ ده الموجود دلوقتي، موجود على الساحه اللي احنا عايشينها.
هذه الحاجات المنتشرة على النت. فوقوا وفكروا شوية، فكروا شوية في الدين، فكروا في المصالح، وبعدين مش في نفسك بس، خاف على نفسك وعلى المجتمع، خاف على بنات الناس، خاف على اولاد الناس. ما طلعش بنتي لابسه مش لابسه لبس وطالعه عشان تخرج، لا حرام عليكم. خافوا كمان على اولاد الناس وبنات الناس، تقلدهم. انتوا كده بتنشروا يعني حاجات تغضب ربنا، وما ترجعوش بقى تزعلوا وتقولوا يا ده ايه اللي بيحصل ده. احنا عندنا موجه حر، ما هو اول مره تيجي على اسكندريه درجه حراره مع الدنيا مش قادرين ناخد نفسنا في اسكندريه يا اخواتي. وفعلا ما حدش نزل من بيته في العيد، الشوارع كانت مليئه بالبنات والشباب بس، والاغاني. ده يرضي الله ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا ما شفناش الشارع لا في صلاه العيد. يرضي ربنا سبحانه وتعالى لما تنزل اولادكم وبناتكم بهذا الشكل؟ يعني يا ريت تقف المفسده عليكم انتوا بس، لا المفسده بتعم على باقي الناس وباقي المجتمع، حرام عليكم. يا ريت اللي بيسمعني، يا رب اللي بيسمعني، اللهم بلغت اللهم فشل. ان الكلام ده شفته في الصلاه وشفته في العيد وشفت اللي بينتشر على النت. انا كل ما بشوف فيديو بيحرق دم الواحد لازم اطلع اقول ان ده حرام. كسرت ليه؟ لان انتوا بتفعلوا الحاجات دي وبتنشروها، وهم بيلاقوا ناس تسمعهم يعني معلش يعني بقى في اللفظ سامحوني، بيدوسوا بيفتحوا بقى ده اقرأي الصورة كذا كذا. وبعدين في تكشف للعورات، لما تفتحي بيتك وتصوري بيتك بتكشفي عورة بيتك، وهذا الامر ده حرام. الروتين مش عارفه ايه روتين، هذا الامر حرام. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا لما احنا نروح، لما نروح في يعني في زياره عند احد، ما ينفعش الست النساء انها تقلع عبايه لو لابسين عبايات او بتاع، يقلعوا العبايه. ما ينفعش تقلعي لبسك او عبايتك عند احد وانت عندي في زياره لاي بيت، في اي زياره عائليه، اي زياره. ما ينفعش ان المراه تقلع ان كانت لابسه عبايه او حجاب، ما ينفعش. ليه؟ لان ممكن اي حد يصورك، ممكن اي حد. ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ما لا نعمل هذا الفعل، ده امر النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش المراه تخرج من بيتها تروح لبيت تاني في الزياره وتقلع عبايتها او تقلع حجابها، حرام. طب ليه ربنا، ليه النبي عليه الصلاه والسلام حرمه؟ اكيد ليه حكمه. طيب قال لك الحم والموت. يعني ايه الحم والموت؟ يعني اخذ زوج لا يختلي بمرأة باخت الرجل. يعني ما ينفعش تقعدي مع اخو جوزك، ده حرام شرعا يا اخواتي، قولا وفعلا. ولجميع الجمهور العلماء اقروا ان هذا الحديث صحيح، الحم والموت. نبيكم سماه الحم والموت، وهو ان المرأة بتجلس مع اخو جوزها. كل ده بيأتي وراه مصائب لا حصر لها، وربنا يعافينا. ده حرام شرعا ان تكلمي اخو جوزك او يختل بيكي او يقعد معاكي، حرام. ده حرام يا اخواتي. هل احنا طبقنا بقى الحاجات دي؟ هل احنا طبقناها؟ طبقنا شريعه الاسلام؟ طبقنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ والله لو احنا كنا مطبقينها، مطبقين الشريعه، والله ما كنا شايفين الشباب بتسكعوا ويمشوا ويتدلعوا في الشوارع. والله حرام. يعني فسدوا علينا العيد، وفسدوا علينا العبادات والتكبيرات، فسدت علينا فعلا. ما حسيناش بعيد ولا حسينا بحاجه. ليه؟ عشان شويه شباب تافهه ما لقيتش حد يربيها، معذرتها في الكلام، تفسد على الناس اعيادها وتفسد على الناس عباداتها، حرام عليكم. ما اعرفش الامهات قاعده في البيت بتعمل ايه، الابهات قاعدين في البيت بيعملوا ايه، انتوا بتعملوا ايه؟ ربوا ولادكم. الايام قربت، ايوه الايام قربت. لما تيجي علينا، لما الحجاج يموتوا في الحج وعندنا موجة حرة رهيبة مش قادرين نتحملها، والأسعار في غلاء ومرات يبقى إيه؟ إيه السبب؟ مش ممكن. ما فيش ذنب إلا بيحصل ذنب في الأرض، ربنا بينزل فيه العقوبة، العقوبة في الدنيا. ما ترموش أخطائكم على غيركم، أصل الحكومة أصل لا، ما فيش كده. لو إحنا كنا ناس أخيار، ناس مصلحين صالحين وعارفين ديننا، كان ربنا سبحانه وتعالى ولا علينا الكويس، ولا علينا حد كويس، عشان بس ايه، انتوا فاهمين طبعا. تمام، اتقوا ربنا فينا وفي عباد الله، اتقوا ربنا في المسلمين. ربوا ولادكم، خدوا بالكم من اولادكم. ما ينفعش البنت تخرج من بيتها بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، ولا الولد نفس الكلام، عشان انتوا بتفسدوا جيل كامل، حرام عليكم حقيقي، حرام.
بلاش المحتويات اللي لا المحتويات التافهة، التافهة دي هتودي المجتمع في يعني هتفسد المجتمع فساد كامل. والفساد ده للأسف للأسف السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أنحن قلنا يا رسول الله توشك أن توشك أن تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها؟ يعني إيه؟ يعني أدي طبق أهو فيه أكل، تمام؟ الناس عايزة تاكل، ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه الأمم بالقوم قدام، إحنا كمسلمين محطوطين في طعام في طبق، في ناس عايزة تيجي تاكلنا، هكلمكم باللغة العامية، ناس عايزة تاكل من الأكل ده، الأكل ده هو إحنا المسلمين في هذه القصعة في هذا الطبق. فالنبي بيقول توشك أن تتداعى، يعني توشك لسه فعل، يعني لم يقع الفعل لسه، ما أكل. هتبتدي الأكل ده، الكلام ده من زمن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواتي، الحديث ده توشك أن تتداعى عليكم الأمم كالأكل على قصعتها. ده احنا شوفوا كام سنة، ألف، شوفوا احنا دلوقتي بين 1445 هجريا، تمام؟ توشك يعني لسه فعل لم يقع الفعل. انتوا عايزين بقى انها فعلا تاكل؟ هي فعلا بتاكل، بس مش بتاكل من الاكل مباشره، لا ده هي بتحوم حوالين الطبق، حوالين الاكل كده، بتحوم حوالينا بالافكار المشينه، بالفيديوهات السفيهه، بتحوم حوالين الاكل. احنا المسلمين بقى، احنا المسلمين في الطبق ده، مش ما اكلتناش كحرفيا اكل حرفيا، لا ايه بتعمل معانا ايه بقى؟ الامم دي اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عنها انها بتلف حوالينا، بتلف حوالين الطبق ازاي بقى؟ بتنشر افلام اباحيه، بتنشر افكار اباحيه، بتنشر حجابات عبايات فادحه، بتنشر كده، بتلف حوالينا كده، بتنشر قصات وموضه هايفه، بتنشر، بتبث فينا، بتطلع واحد اللي المفروض يكون هو مسلم ويطلع يقول لك اقراي هذه الصوره، صوره ايه؟ ايه ده؟ والعالم الروحاني الفلاني اسمعوا له، الراقي الروحاني الفلاني اسمع، هذا كله حرام. هي ما اكلتناش جسديا، انما اكلتنا فكريا، اكلتنا فكريا، وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب. وخدوا بالكم احنا كنا بنسمع من علمائنا زمان، ربنا يا رب اللي عاش منهم، ربنا يا رب يرحمه اللي عاش منهم، ربنا يديه طول العمر، واللي مات منهم ربنا يرحمه. طبعا انتوا عارفين اليومين اللي فاتوا كذكرى وفاة الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه، وذكرى وفاة الرئيس مرسي ربنا يرحمه، ربنا يرحمهم جميعا. أنا بس بذكركم من الناس الطيبة، ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم ويرحم أمتنا وأمت المسلمين، تمام؟ إحنا دلوقتي أخواتي على عتبة حرب أفكار، مش حرب بقى من الحروب اللي إحنا عارفينها، لا لا، ده الحرب التانية اللي النبي تكلم عليها دي حاجة تانية خالص، اللي هي حلقات تانية. إحنا في حرب أفكار، بيبثوا افكار مسمومه في كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه في الدين، تمام؟ وانتوا لازم تسمعوا الكلام ده، اسمعوني، اسمعوني لله سبحانه وتعالى. ولو شفتم ان انا بقول كلام فيه فايده ليكوا يا ريت تنشروا الكلام ده. احنا في حرب افكار، بيبثوا فينا افكار للبنات والولاد والنساء والرجال عشان البيوت المسلمه تتخرب، عايزين يجففوا منابع الدين من اساسه. ايه هو؟ اطلع البنت الست من بيتها. دلوقتي بقت الست بتسوق عربيه في بلاد مسلمه، مش لا اذكر اي شيء، خرجوا الست من بيتها، خلوا البنات او تخرج تسوق، ما فيش مشكله، بس بضوابط شرعيه، بالضوابط الشرعيه. طب احنا يا هل ترى احنا عندنا ضوابط شرعيه؟ يا هل ترى احنا عندنا اللباس الشرعي اللي المفروض ان الاخت المسلمه تلبسه، تمام؟ طلعوا الست اللي كانت قاعده ببيتها تسوق عربيه، ماشي، سوقي عربية يا ستي زي ما انت عايزة، بس فينا بضوابط شرعية، امشي زي ما الشرع قالك. ما احنا عندنا هنا في مصر الحريم بيسوق عربيات، مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة، بس بضوابط شرعية تخليكي ست محترمة، لا تتعاملي مع رجال، بس الامر هيلزمك انت تختلطي بالرجال، يبقى انت لازم يكون عندك ضوابط من الشرع، يبقى انت عندك، هنوصل نفس النقطة، ان انت لازم تتعلمي دينك، تعرفي ان انت هتسوقي عربية هتختلطي بأي ناس في الشارع، بأي ضابط مرور، أي شيء من الأشياء دي لابد إن هيحصل. يبقى أنت لازم يا أختي يبقى عندك دراية كافية إن أنت إزاي تسوق العربية وإزاي تتعاملي مع الآخرين، أدي حاجة. تاني حاجة لبسك الشرعي، معاملتك مع زوجك. ليه الخيانة الزوجية انتشرت؟
انتشرت انتشار، والطلاق انتشر انتشار رهيب. مفيش بنت بتتجوز الان دلوقتي الا لما تتطلق بعد شهر شهر او ثلاثه، اقصرها لو قعدت 6 شهور. ليه؟ ليه البنات بيتطلقوا؟ ليه الازواج بيخونوا والزوجات بتخون؟ ايوه ده موجود، الصور دي موجوده وموجوده في المجتمع. ليه يا اخواتي؟ اولا البنت لم تلقي تربيه من الام والاب صح، لم تتعلم دينها صح، لم تعرف يعني ايه زوج. الزوج اولا الزوج الصالح اللي بنتكلم عليه من خلال الشرع والدين، لو امرت احد ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. ده لقدسيه الزواج عند رب العالمين. الناس اللي بتعظم شعائر ربنا مش الراجل اللي بيشرب سجاير، الراجل تارك الصلاه، مش الراجل اللي بيشرب خمره، الراجل اللي بيتفرج عن النساء. لا، مش هذا الزوج اللي مش انت المقصود، يعني بتسمعني مش انت المقصود. المقصود بالزوج اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى، المقصود الزوج اللي بيصلي في المسجد، المقصود الزوج اللي مش بيشرب سجاير ولا مخدرات. معلش انا بقى في الكلام انا لازم اتكلم ان انا يعني خلاص يعني اتكلم زي ما الناس بتتكلم عشان الناس تفهم، تمام؟ مش الزوج اللي 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 سايب بصره كده، اطلق بصره على النساء. مش احنا النساء والرجال مامورين ان احنا نغض ابصارنا؟ ليه ربنا امرنا؟ ده نص قراني ان احنا نغض ابصارنا. كل المؤمنين ان يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ذلك ادنى باقي الايه. ده حفاظ غض البصر، ده سواء للمراه او للرجل، حفاظ لدينك وحفاظ لنفسيتك. ده امر من امور ربنا. هل يا ترى احنا بنطبقه دلوقتي غض البصر؟ تمام. البنت لما تخش البنت دلوقتي عندك بنت هتتجوزت وعندها مشاكل بينها وبين زوجها، انت من بدايه الامر انت شفتي الراجل اللي اتجوزتيه لبنتك ده، هل هو بيصلي؟ هل هو طالع من بيت اصل؟ هل عيلته كويسه؟ هل عيلته محترمه؟ سيره عيلته كويسه؟ اهله بيصلوا؟ اهله ملتزمين يعني سيرتهم كويسه بين الجيران؟ لو انت رحت عشان تتجوزي بنتك او ابنك، شوفي الاصل، شوفي الاهل. انا هناسب اسره، مش هناسب رجل، انا هناسب اسره، اسره هتناسب اسره، عيله هتناسب عيله. اشوف الولد ده او البنت دي طالعه من اي عيله، هل العيله دي محترمه؟ هل العيله دي الناس بتزكيها؟ هل العيله دي بتصلي؟ هل العيله دي بتعرف ربنا؟ هل ليها اصول؟ ايوه، ولاد الاصول، ولاد الاصول المحترمه، ناس مثقفه. يا ستي بلاش الثقافه، حتى لو فقيره بس سيرتها طيبه بين الناس. اجوز بنتي او ابني من هذه الناس، مش اجي اجوز بابني ده سبب انتشار الطلاق. مش اجوز ابني او بنتي بنتي مدلعه لا تطبخ ولا بتخش مطبخ ولا بتعرف تعمل اكل وتعرف تنضف بيتها، هل ينفع؟ دي من اسباب الطلاق. ولا عايزه تحمل، ولا عايزه ترضع، ولا عايزه تقوم بشؤون بيتها، هينفع؟ ده برضه البنات بتطلق بسبب كده، لان الام ما ربتهاش على كده. الولد مش عايز يشتغل، الولد مش عايز يشتغل، مش عايز يجيب فلوس البيت، قاعد في البيت كده مش عايز يشتغل، هل ينفع؟ طب هيصرف ازاي على بيته؟ هيصرف ازاي على بيته يا اخواتي؟ طيب لذلك بيتم الطلاق. طيب انا ليه ما ربيش ابني على المسؤوليه من الاول؟ ابني يتخرج من الجامعه او ايا كان، مش جامعه او غير جامعه، وعنده شغل وجايب رجل صاحب شهامه، رجل محترم، هيبقى صاحب مسؤوليه، يفتح بيت، يقدر يصرف على اسره ويصرف على الزوجه اللي اخدها من بيت اهلها. ده هو ده امر ديني قبل ما يكون امر دنيوي. يا اخواتي كلكم راعوا، كلكم مسؤولون عن رعايتي. الرجل اربي ابني يكون قد المسؤوليه، يصرف على بيته. كل الحاجات دلوقتي بنشوف ان الازواج لا تصرف على بيتها، وسيبوا الست تسيله تنزل الشارع عشان تصرف، تشتغل وتصرف. ده سبب اسباب الطلاق اللي بيحدث الان. البنت مش عايزه تحمل دلوقتي، البنت مش عايزه ترضع دلوقتي، من اسباب الطلاق. البنت مش عايزه تطبخ، عايزه تجيب اكل من الشارع، ده من اسباب الطلاق. البنت ما بتسمعش كلام جوزها وعامله راسها براسه ند بند، هل ينفع؟ من اسباب الطلاق. تمام. يبقى احنا لم نحسن تربيه اولادنا ولا بناتنا من اول خالص يا اخواتي، ولم نحسن ان احنا ننقي ازواج او زوجات لابنائنا. يعني هنرجع في الاصل لنقطه البدايه، وهي الجهل، وهي ان احنا جاهلين بديننا وتعليم ديننا، جاهلين بالاصول والمبادئ، عندنا جهل بالاصول. يعني ايه اصول؟ يعني الادب والاخلاق اللي احنا اتربينا عليها زمان، اللي عليها اجدادنا واجداد اجدادنا، الناس الطيبه، الزمن الجميل كان موجود، الزمن الجميل قوي. عمرنا ما سمعنا حاله طلاق، كانت حاله الطلاق دي بتبقى حاجه يعني نادره قوي. لما نسمع ان فلان اتطلق، ممكن تتطلق بعد 25 سنه،
ده دلوقتي بيطلقوا بعد شهر واتنين. ليه؟ ليه؟ لان مفيش حد بيربي، مفيش حد بيوجه. الله اعلم البيوت فيها ايه، الله اعلم. بس اللي انا بقول لكم دي اسباب الطلاق. هنرجع لنقطه الصفر وهي الجهل. الجهل عكسه العلم. يبقى انا اتعلم عشان اعرف اربي ابني وبنتي صح. وتعالي عن نفسك يا ستي، تعالي عن نفسك. عرفتي ان جوزك حصل واتجوزتي يا بنتي يا حبيبتي، حصل واتجوزتي، ما ينفعش تتطلقي، ما ينفعش. هتطلقي تخربي بيتك، وربنا يسالك يوم اللي تطلب الطلاق من غير السبب لا تشم ريحه الجنه يا بنتي يا حبيبتي. لو انت اتجوزتي ولقيتي ان يعني قدر الله عليكي هذا الزوج، اتحملي، اتحملي شويه. لو جبت، طب افرضي جبتي اولاد ولسه برضو الزوج لسه برضو فيه مشاكل، طيب هتعملي ايه؟ هتعملي ايه لما يعني جبتي اولاد منه؟ هتعملي ايه؟ هتروحي تقعدي عند اهلك باولادك؟ مين هيصرف عليكي؟ هتضطري تنزلي الشارع تشتغلي، تمام؟ يبقى نرجع من الاصل خالص، من بدايه الامر خالص. احسن من التربيه، اتعلم ديني انا كبنت، مش لازم امي هي كمان توجهني، مش هرمي اللوم كله على الام، لا انا كمان يعني انا خلاص كبرت اعرف ايه اللي عليا وايه الواجبات اللي عليا وايه اللي ربنا يسالني عليه عشان اكون ام صالحه بعد كده، اكون زوجه صالحه، اعمل اللي ربنا فرضه عليا. ومش كل حاجه هنلوم عليها، مش يعني برضو في جزء برضو على البنات والاولاد، مش كل اللوم على الاب والام، تمام؟ يا بنتي يا حبيبتي اتجوزتي، نقي الاول الزوج الصالح اللي بيصلي في المسجد، دي رقم واحد في حياتك. وشوف الاسره طيبه ولا لا، الأسرة بتخاف ربنا ولا لأ. يا ابني يا حبيبي لو اتجوزت يبقى عارف ان انت شلت مسؤولية كبيرة، شلت مسؤولية، ومينفعش ما تصرفش على بيتك، مينفعش ان انت احتوي مراتك من الأول، ما تسيبش مراتك كده للخيالات. احنا بنشوف حاجات لها العجب، تحتوي الزوجة، احتويها معنويا، احتويها نفسيا. هو ده معنى الزواج. الزواج مودة ورحمة، الزواج مودة ورحمة يا اخواتي. ده اللي اقدر اقوله دلوقتي عشان انا طولت قوي في الفيديو. طيب اتقوا الله، اتقوا الله فينا كلنا، اتقوا الله يا مسلمين، ارجعوا لدينكم، ارجعوا لدينكم، وعلموا اولادكم. لسه في وقت، لسه في وقت، ما زال في وقت، نلحق نربي اولادنا ونعلمهم عشان هم الاساس بعد كده، هم الاجيال اللي طالعه، الاجيال اللي طالعه يا اخواتي. اتمنى الافاده والاستفاده يا اخواتي. طبعا انتوا عارفين طبعا دعاء كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التعوذ من المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. لابد أن نذكر المسيح الدجال في كل دروسنا حتى نؤخر من ظهوره. لا تنسوا القبر، يسر كل مطيب، كل الأعمال الصالحة في الحياة البرزخية التي لا نعلم عنها شيء. القبر حفرة، حفرة هنتحط فيها كده، تمام؟ السر كل ما هو طيب اللي ينور هذه الحفرة، تمام يا خواتي؟ في بيت في الجنة، مش بيبنى بالألفات والمليونات، لا، بيبنى ببضع ركعات، ركعتين بعد صلاة الفجر، وأربع ركعات بعد صلاة الظهر مسنا مسنا، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. يا أخواتي 12 ركعة في اليوم الليلة بيبنى لك بيتا في الجنة. وهذا البيت طول ما انت بتصلي النوافل ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. صلي النوافل عشان ربنا يحبك ويصلح حالك وحال اولادك وحال زوجك وحال المجتمع كله. ده ربنا بيقول كده، ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، تمام يا اخواتي؟ بيت بني بسيط بدا ركعات في الجنه ب 12 ركعه في يوم وليله بس. طول ما انت بتصلي الملائكة بتبني، وقفتي عن البناء الملائكة وقفت عن البناء، نفقت الملائكة نحن نشكر الله طوال الليل وطوال النهار. اللهم بلغت، اللهم فشلت. أتمنى من كل قلبي يا رب ان كل حد يسمع الفيديو ده ان ينشره بجد حقيقي. يعني انا مش اقول انا مش بسود الصورة يا اخوات، ولا بقول ان احنا، انا بقول الواقع، بنقل الواقع. وما فيش داعي ان انتوا تنقلوا فضايح الناس عن طريق التليفون اللي ربنا يعني اختبرنا بيه، الموبايلات والحاجات دي. ما فيش داعي تصوروا حاجات وتبعتوها تنشروا، دي فيها مفسده. في قاعده فقهيه بتقول درء المفسده
احسن من جلب المنفعه. انا ايه الفايده لما اصور فيديو في يعني يعني في يعني يقول لك المجتمع، يعني ربنا بيستر يا اخواتي، ربنا بيستر لما حد بيعمل خطيئه واتنين و24، ربنا بيستر على عباده. هنيجي احنا يا بني ادمين يا بشر ما نسترش على بعض، وعايزين ربنا يرحمنا. بلاش تنشروا الفيديوهات في بات، في ايدينا سهله، اي حد على طول يسيب المصيبه تحصل وبيصور من الموبايل، وسيب اللي بيموت يموت، بس المهم ان هو بس سبق صحفي، بينا كلنا صحفيين ما شاء الله، بنصور الحدث في وقته ونسيب اللي بيموت بيموت واللي بيقتل بيقتل والمصيبه بتحصل وبنصور. اهم حاجه ان هو صور ونقل عشان مشاهدات. كل هذه المشاهدات دخلت عليكم بالحرام، حرام حرام. افسدتم المجتمع، كلكم بقيتوا صحفيين، افسدتم المجتمع بهذا الجهاز اللي احنا بتقولنا بيه. اتقوا الله يا مسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله، يوم هتيجوا يوم القيامه تبكوا من كتر اللي انتوا عملتوه، من اللي انتوا بتعملوه فينا. حرام عليكم الفيديوهات المنتشره دي كلها على النت، حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتعمل كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله يا اخواتي.